بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثانية في قسم هندسة تقنيات الحاسوب فرع النجف الأشرف كلية الإمام الكاظم. محاضرتنا لليوم هي الكليبرز. الكليبرز هو أحد تطبيقات الدايود، ودرسنا بالمحاضرة السابقة الريكتيفيكيشنز، عرفنا طريقة العمل زين او مبدا عمل الريكتيفاير، انه بابسط مفهوم له انه يحول الاشاره من اي سي الى دي سي. هي مو بالضبط الى دي سي، وانما يحول الاشاره الى كليتها يا اما موجبه يا اما سالبه، لان احنا نعرف اشاره الاي سي انه بالدوره الكامله بالسايكل الكامله هي بها جزء موجب وجزء سالب. اليوم الكليبرز ايش راح تسوي؟ انه تعريفها يقول هي شبكات تستخدم الدايود لقطع جزء من الاشاره الداخله الها بدون ما تغير باقي الاشاره، بدون ما تغير باقي شكل الاشاره. زين، اكو بيها نوعين هذا الكليبرز، اللي هو السيريز، واكو من عند البارالل. السيريز هو شنو؟ دائرته بهذا الشكل راح تكون او مشابهه لهالشكل هذا. هالشكل هذا هو الريكتيفاير، صحيح كان دائره الريكتيفاير احد انواعه، لكن ايش سوينا؟ ضفنا على التوالي مع الدايود ضفنا جهد مستمر، مصدر جهد مستمر اللي هو الدي سي. احنا كشكل هذا الدائره اللي هي الدايود، وعلى التوالي معها اكو مقاومه، وفولتيه الاوتبوت نقراها من المقاومه، هي راح تكون بهذا الشكل. انه اذا كانت عندي موجه مربعه وهو راح تاخذ اتجاه الدايود او الفورورد بايس، راح تعبر لي فقط الجزء الموجب، واذا كانت اشاره مثلثه نفس الحاله. فهنا عندي انا الكليبرز ما إلى حدود لأنواع الإشارات اللي أنا دا أطبقها على الكليبر. أنواع الإشارات ما لها حدود. زين، أبسط ما يكون إحنا اللي دا نشتغل عليها هي الساين ويف. شرح يصير أول طريقة اللي أول يعني تحليل. زين، أكو عند التحليلات نحلل بيها تطبيق الإشارة على هاي الدائرة، على مود ان يعني ناخذ تحليل وافي للدائره وعمل هاي الدائره. اول ما راح يقول لك take careful note of where the output voltage is defined. يقول لك انه اخذ بعين الاعتبار، زين، بتركيز بعنايه انه الاوتبوت فولتج وين موجوده، وين موجود الاوتبوت فولتج. هسه احنا اللي نشوفها انه على المقاومه اللي هي سيريز مع الدايود ومع مصدر فولتيه المستمر. ثانيا، try to develop an overall sense of the response by supply noting the pressure established by each supply and the effect it will have on the conventional current direction through the diode. يعني حاول تطور او حاول تحسب بصورة مبدئية انه فولتية الاوتبوت اللي راح تخرج بالنظر بفولتية الانبوت وفولتية التيار المستمر او المصدر المستمر. يعني ايش دي يقول هنا بمختصرها كلها؟ انه لازم نشوف انه حالة الاوف ستيت والاون ستيت. ليش on state و off state؟ لأنه أنا عندي دايود، هذا الدايود بحالة أنه مطفي، أنه جد ما أنطي يعني فولتية لحد معين، أنه هو راح يكون open circuit وبالتالي ماكو تيار، والدائرة راح تكون مفتوحة، أو بحالات أنه فولتية معينة راح تكون أنه input أو راح يصير open circuit أكو. شورت سيركت يعبر تيار. Then we can conclude that the diode will be on for any voltage V input that's greater than V volts. يعني ده يقول لك انه راح نستنتج انه
حالة الدائرة أو حالة الدايود راح تكون on لما تكون فولتية الانبوت. وين فولتية الانبوت؟ هذه الفولتية اللي هي هذه فولتية الـ AC، الفولتية المتغيرة. لما تكون قيمتها أكبر من فولتية المصدر هذا on and off. For any lesser voltage راح تكون أقل، راح تكون الدائرة off أو الدايود off لما الفولتية الانبوت راح تكون أقل من فولتية المصدر المستمر. هنا for the off condition the output would be zero due to the lack of current. يقول فولتية الاوتبوت راح تكون zero. هاي هنا فولتية أكيد، ليش؟ لأنه التيار هنا من هنا هاي open circuit، فالتيار هنا مدى يفوت مدى يكمل إنه يوصل للمقاومة، فأكيد الفولتية راح تصير صفر على طرفي المقاومة وهي فولتية الاوتبوت. And the on state condition it would supply simply be V output يساوي V input ناقص V المصدر الفولتية المستمر as determined by Kirchhoff's voltage law. يعني هنا فولتية الاوتبوت شلون نحسبها؟ بحالة الاون، يعني بحالة الدايود انه صار open صاير short circuit او بحالة الاون، زين انه نحسبها على كيرشهوف، لكن الفولتية اللي هنا وهي عن طريق كيرشهوف انه فولتية الاوتبوت تساوي فولتية الانبوت اللي هي هاي المتغيرة ناقص فولتية المصدر لما يكون بحالة الاون. النقطة الثالثة اللي هي transition voltage. شنو قصده بالترانزيشن فولتج؟ الحالة اللي يكون بيها الدايود شورت سيركت لكن مع هذا الفولتية عليها صفر. ها هو شورت سيركت لكن الفولتية اللي عليها صفر، اللي هي ياهو تذكرون بالكاركترستيك كيرف المحاضرات السابقة او محاضرات البداية اللي درسناها، انه الايديال دايود. طبعا هسه بمناسبة الايديال دايود هنا أنا كل اللي دا اتكلم حاليا بالايديال دايود، اوكي؟ بعدني يعني اذا اريد اطبق انه السيليكون دايود اللي هو 0.7 فولت يلا يشتغل، اكيد انا لازم احط ببالي انه يابا هذا الدايود بفولتيته اللي يشتغل بها اللي راح يصير اون، اللي راح يعبر لي تيار، اللي راح يصير به شورت سيركت، لازم اكثر من 0.7 فولت اللي تجي له. زين هسه انا اللي دا اقول عليه انه نتذكر بالمحاضرات السابقه انه الايديال الكاركترستيك كيرف انه ينطيني تيار وهو بفولتيه الصفر بعده، صح لو لا؟ الايديال. فهنا نفس الحاله انه يقول لي the voltage across the resistor is zero because the diode current is zero milliampere. يعني أنا بعدني بنقطة إنه الفولتية صفر والتيار صفر، أوكي؟ زين هاي اللي عندي تيار صفر، فولتية الأوتبوت أيضاً بتقرأ صفر، ليش؟ لأنه تيار الدايود صفر، لكن بالمقابل هو صار شورت سيركت، هستوى هاي ترانزيشن فولتج، تحويل الفولتية اللي هي هاي هنا بهالدائرة، شوفوها؟ الفيديو دي يقول لي اياها صفر، لكن هي شورت سيركت، لكن التيار بعده صفر، ما وصل لمرحلة انه ينطي تيار بالنقطة اللي نفسها، انه فولتية صفر والتيار صفر. فولتية صفر على الدايود معناته شو؟ شورت سيركت، وهكذا. ففولتية الاوتبوت راح تكون صفر لان هي نفسها فولتية المقاومة، فولتية المقاومة بما انه ما بيها تيار، تيار يساوي صفر، ففولتية صارت صفر. فهنا قايل نستنتج انه V input تساوي V، ليش؟ لانه انا فولتية الاوتبوت من اجي اطبق يا معادلة، هاي المعادلة V output تساوي V input ناقص V،
فهنا في اوتبوت صفر، اذا في انبوت تساوي في، هي هاي الترانزيشن فولتج. ترانزيشن فولتج بالنسبه للدايود وهي هذه ايضا هنا نفسها، شوفوها كيرشوف فولتج لو طبقها في اوتبوت تساوي صفر. زين ناخذ مثال، بالمثال توضح اكثر هالافكار هذه كليتها. يقول لك او determine the output waveform for the sinusoidal input of figure 74. هذا فيجر 74 يقول لك ارسم لي او اوجد لي الشكل موجة الاوتبوت. هذه الانبوت اني عندي فولتيت اي سي، الماكسيمم فولتج الها او الفي بيك يعني البيك القمة الها 20 فولت اوكي، وعدي هنا هاي الدائرة مصدر فولتية المستمر اللي هو 5 فولت دايود ومقاومة. أول شيء the output is gained directly across the resistor R. مو قلنا أول نقطة اللي هي إن لازم ننتبه إنه الـ output وين موجودة، هاي أول نقطة شفناها. ثاني نقطة اللي قلت إنه أشوف إنه اتجاه الدايود ويا اتجاه مصادر الفولتية اللي عندي أني، هنا أنا يقول لي the positive region of the input and the DC supply are both applied pressure to turn the diode on. اثنيناتهن فولتية هاي الفولتية الداخلة للدائرة اللي هي الـ AC وفولتية المصدر، اثنيناتهن تقود انه هذا الدايود انه يشتغل بس بـ positive region حاليا. اوكي فولتيات بحيث يشتغل الدايود. Once the supply volt, the supply goes negative, it would have to exceed the DC supply voltage of 5 volt before it could turn the diode off. يعني هسه أنا هنا إذا أخذت كيرشوف voltage low، زين معناتها فولتية الانبوت الموجبة وهي هاي الفولتية دخل التيار راح يصير انه هذا الدايود شورت سيركت واشتغلت الدائره وكذا. زين لكن من صار الفولتيه الانبوت سالبه مو راسا حولت الدايود الى الاوف ستيت، لا هنا عندي بقت تاثير هذا المصدر المستمر لفولتيه معينه، يلا قلب الدايود الى حاله الاوف ستيت. يعني واضح هذه، ان شاء الله تكون واضحه. زين النقطه الثالثه وهي انه فولتيه الانبوت سواء اللي هو الترانزيشن فولتج اللي انا قاعد احسبها، ايش يسوى؟ قال فولتيه الانبوت زين زائد فولتيه الدايود تساوي لي صفر، بعدها ما اعطتني اوتبوت فولتج. اذا فولتيه الانبوت تساوي ناقص 5، معادلة بسيطة تساوي ناقص 5 راح تسوي لي هذا الترانزيشن فولتج. بالناقص 5 راح تتحول حالة الدايود من حالة الاون الى حالة الاوف. جمع ذني الفولتيات كيرشوف فولتج لو جمعهن، بس الناتج الاوتبوت عوض عنه بصفر، فصارت انه الـ V input ناقص 5 فولت. بالناقص 5 فولت من هنا قلنا بالجزء الموجب إلها، قلنا الجزء الموجب اوكي ده يشتغل، لكن الجزء السالب مع الـ input هذا اللي استوني قلت عليه السالب، ايش راح يصير عندي؟ راح لازم انه اتحدد بهاي فولتية المصدر، يلا تنقلب حالة الدايود. فهنا نزلت ظليت انه هاي الحالة لحد ما وصل ناقص 5 فولت، بالناقص 5 فولت راح تنقلب حالة الدايود، فهاي الترانزيشن فولتج. النقطة الرابعة زين هي استنتاج ايضا او تكملة لهذا كله، شوفوا بالناقص 5 هو المفروض اللي يشتغل صح لا لا؟ فولتية الاوتبوت تساوي في انبوت زائد 5 فولت، فش راح يصير؟ اني كلها عندي اذا كانت فولتية الانبوت صفر فاني عندي اصلا 5 فولت من قبل صح لا لا؟
عندي 5 فولت، فولتية المصدر هذا، فقلت لي 5 فولت، جت هنا 1 فولت، 1 زائد 5 صارت 6 فولت، وهكذا صعدت، بدت من 5 كأنما تشفتت الإشارة كلها لفوق بمقدار 5 فولت، بمقدار فولتية المصدر المستمر، وهاي هنا كلها محلولة. شوفوا لو لما نوصل للبيك العشرين هنا صارت 25، ليش؟ تأثير فولتية المصدر. من اجي هنا بالسالب، هو السالب بس بعد هو صحيح وصل الانبوت للسالب، لكن بتأثير فولتية المصدر المستمر انه قدرت انه تشتغل بالسالب لكن الى حد معين. واضحة هنا؟ شوفوا هنا هاي الترانزيشن اللي ما يشتغل بيها بعد الدايود، صارت في اوتبوت تساوي ناقص 5 فولت زائد 5 فولت، هاي ناقص 5 فولت ياهو، هاي الترانزيشن فولتج اللي استنتجناها اللي فولتية الاوتبوت تساوي صفر، ففولتية الانبوت راح تصير ناقص 5 زائد 5، ففولتية الاوتبوت تساوي لصفر. زين هنا أنا عندي بالمثال الاخر زين انه هو يقول لك find the output voltage for the network examined in figure 2.18 example عفوا if the applied signal is the square wave of figure 77. هذا square wave الجزء الموجب لها الفولتية 20 والجزء السالب من عندها ناقص 10 فولت، ففولتية الانبوت زين تساوي 20 فولت من 0 الى t على 2 الوقت هذا. هنا ايش راح يصير؟ هاي الفولتية الدايود راح يصير شورت سيركت، راح يشتغل صح لو لا؟ راح يشتغل، راح يصير كشورت سيركت، ففولتية الاوتبوت راح تصير ال 20 فولت البيك هذه لها 20 فولت زائد ال 5 فولت صارت عندي 25 فولت. شوفوها انرسمت زين. هسه الترانزيشن فولتج انه هاي هنا فولتية الاوتبوت عندي قيمتها صفر صح لو لا؟ فولتية الانبوت شو تساوي؟ وتساوي 5، صارت عندي هنا صفر فولت انه ما اشتغلت، فولتية الانبوت صارت ناقص 10 فولت. أنا أريد هسه تحليل من عندكم زين، هسه بالمحاضرة الأونلاين إن شاء الله. شوفوا هنا أنا ليش أريد خلالها هذا يعني كأنما لغى الدايود، كمان كأنما لغى عندي الدايود ليش؟ أوكي محاضرتنا اليوم هسه خلصت إن شاء الله، نلتقي بالمحاضرة الأونلاين إن شاء الله لأي سؤال عندكم نتناقش كليتنا سوا. شكرا جزيلا لاستماعكم، مع السلامة.